بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاضرة الرابعة في الـ Software Engineering Course، والمحاضرة دي تركيزها على إن إحنا نبدأ رحلتنا بقى إن إحنا نتعلم الـ Agile Methods بشكل تفصيلي شوية، بناء على اللي إحنا تعلمناه قبل كده إن في مشاكل بتواجه الفرق اللي بتشتغل في الـ Software Development على المستوى الكبير وفي الـ Commercial Software Industry يعني. واستعرضنا خصائص للسوفتوير بروجكتس بتخليها فيها نسبة فشل أو فيلر أكبر من غيرها من المشروعات، قارناها بالكونستراكشن بروجكتس مثلا، وشفنا عدد من الخصائص والسمات المميزة أو اللي موجودة في السوفتوير مش موجودة في غيره. وفي آخر المحاضرة اللي فاتت كان أهمها فكرة التغيير، اللي احنا بنبقى فاكرين ان احنا لما هنخرج نعمل software system لحد هيقول لنا انا عايز كذا كذا كذا، فنقوم نعمل له الحاجة اللي هو بيقولها ديت ونديها له فيقول لنا شكرا ويبقى كده خلصنا السيستم، لكن بنكتشف ان في مشكلات في الانتراكشن بيننا احنا كديفلوبرز وبين الكلاينتس بتوعنا. فالنهاردة احنا هنعتمد على مصدر أساسي اللي هو كتاب أيان سامرفي شابتر 3، وهطلب منكم، وأنا هعتمد برضو بس مش في المحاضرة دي يعني، على أننا هنذاكر 15 صفحة اللي هما مكتوب أرقامهم هنا، اللي هما أول 3 سكاشن في الشابتر ده هما عرض كويس جدا من شخص مهم، يمكن أهم مؤلف في مجال السوفتوير انجينيرينج للأجايل بشكل عام بشكل مختصر كمان، وعدد الصفحات قليل والأسلوب مش صعب بتاع الكتاب، فمش هيبقى صعب علينا ان احنا نذاكر ده. وده مش هو اللي هيبقى بيتقال في المحاضرة، بس هيبقى جزء مكمل، وبالتالي هيبقى جزء برضو طالما انا طلبته كده وقلت لك انك لازم تذاكره، هيبقى احنا هنستعرض اجزاء منه وهيبقى جزء من المحتوى بتاع الامتحان. برضو انا ما زلت يعني مع كتاب السوفتوير بروجكت سيكريتس، بس هننط نطة عشان نتخطى بس المشكلات وندخل على طول في العلاج او في شرح الاجايل الشابتر الخامس، فهو ظريف جدا قريته واسلوب الكتاب سهل، ولو انتوا كنتوا قريتوا اول شابترين او استعرضتهم او حاولتوا تقروهم يعني، فهيبقى استمراركوا اتعودتوا خلاص على طريقة الكتاب، فبرضو هتستفيدوا من العرض اللي بيعرضه للأجايل، بس هو مش بنفس القوة بتاعت كتاب سامرفي في الجزء ده. عندنا برضو أنا اعتمدت في المحاضرة دي على بعض الصور من كورس الأجايل بروجكت مانجمنت لمونيكا روات، فده كورس موجود على يوديمي، معرفش هو ببلاش ولا بفلوس، أحيانا بينزل كده في الحاجات اللي هي فري وأحيانا بيبقى بفلوس، فلو انتوا لقيتوه متاح ليكوا انكم تخشوه من غير فلوس هيبقى ظريف انكم تسمعوها. مونيكا راوت هي سوفتوير انجينير في امريكان اكسبريس على درجه متوسطه من الخبره يعني، فبرضو يعني في مجهود اتعمل في اعداد المحتوى، والمحتوى مش كبير يعني، هو كل الكورس بتاع الاجايل ده هو انترودكتوري كورس، الفيديوز بتاعته التوتال تايم بتاعها تقريبا 4 ساعات او اقل شوية، فمش حاجة ضخمة يعني، بس برضو ممكن يديكوا فهم اعمق او تشوفوا يعني حاجات بتتقال باسلوب مختلف يعني. فقبل ما ابتدي في الاجايل اللي هو موضوعنا النهاردة، هو في الاسبوع اللي فات احد الناس السوفتوير انجينيرز القدام اللي انا بهتم بمتابعتهم اللي هو المهندس محمد حماد، ولو ناس كتير جدا بتتابع البوستات بتاعته يعني، وبدأ يحط فيديوهات كمان لموضوعات متقدمة في السوفتوير، وبالتالي فهو يعني بيهمني دايما أشوف الكلام اللي بيكتبه، فخلال يمكن يوم الاثنين اللي فات نزل البوست ده إنه هو بيثبت دي فكرة عندي وعنده وعند ناس كتير وخصوصا الناس القدام، ان السوفت وير ده
حاجة أعمق مما نتخيل. يعني السوفت وير والتفوق في المجال ده هو في الآخر صناعة عقلية يتشربها العقل، وليس حرفة يدوية تعتمد على التكرار. يعني في مجهود عقلي بتبذله عشان تستوعب الموضوعات بتاعة السوفت وير المتقدمة، سواء في الديزاين بتاع السوفت وير أو في البروسيس اللي احنا مركزين عليها أكتر في المحاضرات ديت. البروسيس اللي احنا ايه الخطوات اللي بنمشي عليها علشان نطور البروجكت بتاعنا، نمشي البروجكت بتاعنا من نقطة البداية لغاية ما نقطة سالمة كده نسلمه فيها ويبقى سكسسفول بروجكت. فسواء في البروسيس أو في الديزاين والإمبلمنتيشن، فهو صناعة وصفها هنا يتشربها العقل. إن العقل يتشرب حاجة ديت، ده معناها إن إحنا بنتعلمها بتكنيك مظبوط، مش بناخدها كأنها كلام هنحفظ شوية هننشن على الحاجات اللي حاسين إنها ممكن تيجي في الامتحان، أو حد هيعمل ملخص ونقعد نحفظه، أو هنيجي ليلة الامتحان نقرأ لنا كلمتين ونجمع لنا درجتين وسلام عليكم يعني. فهيبقى إحنا بذلنا مجهود وممكن ناخد درجات وممكن ما ناخدش برضه، لان انا دايما بيكون مجهود، يعني طبيعتي ان انا بحاول ان انا اجيب الامتحان بحيث ان الناس اللي بتحاول تلم الماده في اخر يوم ديت ما تقدرش انها تحل الاسئله دي، طبيعتي يعني. فممكن نستفيد درجات ونجاح في ماده واحنا مش قدها يعني. لكن اللي عايز يشتغل بجد في الفيلد ده هو مطلوب منه مجهود مستمر ومجهود طول عمره، هيفضل يذاكر ويتعلم ويشوف أفكار جديدة وكده. بس في فترة الجامعة هو بيأسس نفسه، فهو بيأسس نفسه محتاج إن هو يدور على الحاجات المهمة طالما ناوي يشتغل في الفيلد ده، وياخدها بالجرعة المناسبة إن العقل يقدر ياخد فرصته إن هو يتعلم حاجة وبعدين يتعلم حاجة بعديها وهكذا. مش نيجي كده في لحظة ونخبط حاجات كتير او نفتكر اننا هنتخرج وبعدين هيقولوا لنا في شغلنا في شركة كذا وطالبين تبقوا عارفين كذا، فانت هتروح تحفظ لك امرين وتعمل لك برنامجين صغيرين وتبقى فاكر انك فهمت الفريم ورك او فهمت التكنولوجي وجاهز انك تشتغل وخلاص كده، مش مطلوب منك حاجة. ففي ناس كتير مننا خصوصا في فترة البدايات وفترة واحنا طلبة، وانا كنت كده برضو وانا طالب، يعني ان انا فاكر ان انا ايه هتعلم لغة واتعلمها كويس وابقى عارف كل الاوامر وكده وخلاص، بقى الشغل هيبقى حاجة متكررة، هعمل برنامج وبعدين اعمل برنامج تاني شبهه وبعدين وخلاص. لكن الحياة اتضح انها اعقد من كده، وان في حاجات كتير جدا لازم نتعلمها بتكمل. واحنا اتكلمنا على موضوع التكنولوجي ان هو فاست دومين في المحاضرة اللي فاتت، ودي من خصائص الناس اللي شغالين في السوفت وير. يعني الموضوع مش ببساطة كده ان احنا نحفظ كلمتين ونيجي ليلة الامتحان نشوف نلم المادة دي ازاي. ماشي يعني ده ممكن ينجحك بس مش هو ده اللي هيفيدك. يعني ممكن حد تاني يذاكر برضو مش عدد ساعات اكبر منك، بس التوزيعة بتاعت المذاكرة والتعامل الجاد مع الاساينمنتس مثلا ومحاولة الفهم، ولما اديك ريسورس تسمعه او تقراه سواء هو داخل عليه درجات ما عليهوش درجات، تحاول انك انت، لان في صوره معينه او وجهه نظر ليا انا بحاول ان انا اعرض عليكم اراء كتير ومفاهيم كتير تكون في الاخر صوره معينه بحيث انك تبقى في الموضوع ده زي انا او احسن. يعني بعد كده انت بقى تطور نفسك وتشوف ناس احسن مني وتتعلم منهم يعني. لكن طريقة المذاكرة ممكن تخليك تستفيد من الحاجة ديت أو ما تستفيدش. فده تنبيه يعني لقيت إن الوصف بتاعه ده وصف يعني شديد الإحكام وشديد الصحة من وجهة نظري يعني. ومطابق كمان، مرتبط بالموضوع اللي احنا أو المفاهيم اللي احنا بنشرحها في المحاضرات ديت، اللي هي مش كلام نظري ومش كلام وخلاص نملى بيه الوقت. دي يعني خبرات ناس كتير جدا بيشتركوها بيها واحنا بنستفيد منهم وبنحاول نوصل الكلام ده ليكم يعني. حاجة تانية برضو ملاحظة مرتبطة بالاساينمنتس اللي انتوا بتسلموها، ان في تفاوت كبير في مستوى الناس
او مستوى الجهد اللي بيبذل في الاساينمنتس منكم، وطبعا ده بيكون واضح. في الاسبوع اللي فات برضو انتشرت البوست ده على السوشيال ميديا، اللي هو منسوب لبنت في ثالثة ابتدائي، كانت مطلوب منها تكتب موضوع تعبير عن بيتهوفن، فهي فاجأت الناس، وده اللي خلى البوست ده ينتشر، لو كان صحيح طبعا، لان ممكن يكون ده في قصة مصطنعة يعني، بس هنفترض ان هي دي قصة صحيحة. فالبنت دي فاجأتنا بموضوع مش كبير اهو، يعني شايفين خمس ست يعني سطور قليلة، ومع ذلك هي ما راحتش للايه، للطبيعي، ان هي ان احنا ندخل على جوجل او نخلي حد يخش لنا على جوجل ونكتب مثلا ده بيتهوفن ده اتولد سنة 1770 وتوفى سنة كذا، وألف المقطوعة الفلانية والسيمفونية الأولى والتانية والخامسة والكلام ده، وإن الموسيقى بتاعته مبهرة، وإن هو من كبار يعني ما قالتش كده خالص، وده اللي كان متوقع إن الناس تكتبه، اللي هو مش بيعبر ولا حاجة، ده المفروض إن ده موضوع تعبير، فالمواضيع التعبير دي وإحنا أطفال مفروض إنها بتطور، لو يعني كان بيدرس الكلام او في حد بيتابع او كده، بيطور قدرتك على التعبير عن شخصيتك ورأيك وفكرك ومخك، وانت عارف ايه يعني مجهود انت بتبذله في مخك وبتعكسه في الورقة بعد كده، فالناس اللي بتقرأ بتستفيد حاجة. اما انك انت تخش تسرد يعني، تخش على النت على جوجل في دقيقة واحدة تجيب اي حاجة تحطها كوبي وبيست والسلام عليكم، فده طبعا مش هيفيد بحاجه، يبقى احنا كده مفيش فايده للاساينمنت. يعني الاساينمنت بالنسبه لي مش وسيله ان انا اديكوا درجات خالص، لان ممكن في الاخر ما اخليش درجات كتير عليه، وممكن اخلي درجات كلها عليه، لكن هو فرصه ليك انك انت حاجات تكمل اللي انا بقوله وتفيدك. فانت في الاخر لما بتروح انترفيو، هي المعرفه المختلفه الاراء المختلفه دي هتلاقيها بتنفعك يعني، لكن انت عايز الاساينمنت بالنسبه لك هو درجه مثلا بتتعمل حاجه مطلوبه بتأديها باي شكل وخلاص، مش هو ده المطلوب. فدي بنت صغيره لو كان فعلا الكلام ده هو شغل يعني لو كانت القصه مظبوطه، على طول فاجئتنا ان هي راي معاكس. سالت ابي فقال لي ده واحد بيعزف الموسيقى، وراني صورته في الانترنت لقيته شعره شبه شعر المهرج. يعني هي كده عبرت عن نفسها، مش وده ابداع بقى الطفل الصغير اللي لسه ما تشكلش التشكيل السيء او القولبه اللي احنا للاسف النظم التعليميه في بلادنا بتعملها يعني. ولما سمعت الموسيقى قالت راي برضو مختلف، لم تعجبني اطلاقا، عكس رغم ان هي ممكن يتقال ده بيتهوفن ده موسيقي كبير ومن اكتر المواهب في الموسيقى وكده، وقالت سبب يعني، هي يعني قالت حاجة عكس المتوقع واديت سبب ليها، فهنا في مضمون انت لما تقرأ تفهم بالظبط البنت الصغيرة دي عايزة تقول ايه، وتفهم بالظبط فكرت ازاي، وتعرف بالظبط رأيها ايه، وبلغة في مضمون. الكونتنت ده مشكلة كبيرة في معظم الحاجات اللي بتتبعت او اللي بتتسلم، ان مفيش اي شخصية ليك، انت عمال تنقل وخلاص، عمال تعيد صياغة حاجة وخلاص، مفيش اي حاجة كده حاسس انك انت اتأثرت او انك انت في مجهود تم. والكونتنت مفيش كونتنت، ناس كتير منكم بيجوا كده بشكل واضح، هو مش يعني ممكن يكون بيسمع اجزاء وبعدين بيحس ان هو سمع ما يكفي ان هو يكتب اي كام سطر كده بخط سيء وياخد سكان لي ويبعته لي او يسلمه وخلاص، وفاكر ان هو كده ادى الغرض يعني. فهو الاساينمنت ليها هدف بالنسبه لي انا، وهدف بالنسبه لكم، ومفروض ان احنا وشوف الكوريكت لانجوج برضو هنا، لو قريتوا يعني الصوره ديت الكلام اللي مكتوب، ولو صدقنا ان هي بنت في ثالثه ابتدائي، فهيبقى حاجه مبهره جدا ان مفيش ولا خطا في اللغه، يعني لغه عربيه ومفيش اي ولغه بسيطه جدا، مفيش اي خطا تقدر تطلعه، غير الصبح مثلا لقينا ان كلمه الانترنت ديت الهمزه فوق مفروض تبقى تحت، لكن غير كده ويعني في اهتمام بالايه، بالعرض نفسه وباللغه، صحه اللغه. في حين ان بلاقي حد مثلا منكم الاكبر كتير في السن ممكن
الوورد مثلا هو بيكتب يطلع له خطوط حمراء تحت الكلمات اللي مكتوبة غلط وهو يطنش برضه. يعني مفيش، يعني موضوع اللغة ده مش بس بيعكس قدراتك انت في اللغة او مهارتك في اللغة اللي هي ممكن تكون مش قوية قوي، لكن بيعكس اهتمامك والمجهود اللي والوقت اللي انت بتديه للحاجة اللي انت بتكتبها وبتسلمها يعني. فعموما هي الدنيا يعني بيبقى الناس بتتقيم بناء على حاجات عكس ما انت فاكر يعني. مش التقييم مش دايما درجات بس، ممكن حد يبان مستواه العالي وما يكونش بيجي يعني. ممكن البنت دي ما تكونش بتجيب درجات، ما بتطلعش الأولى على فصلها، لكن حاجة زي كده ممكن تنقلها نقلة يعني. في بلاد تانية أنا شفت كانوا بياخدوا الأطفال اللي زي كده لما يكتشفوا المواهب دي، موهبة كبيرة يعني، القدرة دي على التعبير عن النفس وبلغة بسيطة وسليمة وكده، ده مش حاجة سهلة في السن ده. فكانوا في بعض البلاد بيمسكوا الناس اللي زي كده وبيسموهم gifted students وبيبتدوا يودوهم مدارس خاصة بيهم، وبيبقى ليهم مناهج مختلفة تماما وطريقة بحيث إن الإبداع بتاعهم ما يتأثرش بالمستويات بتاعة الناس الأقل منهم. فإحنا نفسنا الناس تبقى أكثر إبداعا كده، أكثر جدية في التعامل مع الأسايمنتس ومع المذاكرة. مش أنت بتاخد كام سلايد وبتدور على أي حاجة تحفظها حتى لو مش فاهم، ما دام أنت إيه نشنت إن دي هتيجي في الامتحان يعني. ما تحاولش يعني، مش حلو إن إيه إن يبقى باين قوي إن الشخص ده بيحاول يتوقع يا ترى الشخص اللي طالب الاساينمنت او الدكتور اللي بيصحح ده ايه الرأي اللي يبسطه يعني. احنا الاساينمنت بيبقى فيها حتت كتير open ended questions، يعني المجال مفتوح قدامك انك انت تبين رأيك خلاص. فانت مش بتدور يا ترى هو مثلا بيقول لك قالوا ايه عن الاوفر انجينيرنج، فانت تفكيرك في الاول يا ترى ايه اللي يبسط الدكتور، وتحاول تكتب سطرين ثلاثة في الإطار ده مصطنعين، واضح إنهم مصطنعين. أو العكس التطرف في الناحية التانية الفولس أوبجيكشن، إن واحد أول ما يكتشف إن في أوبن إندد نيتشر للكويستشنز. بنشوف كده أحيانا طالب إيه لما يقول بقول بيلاقيني بأكد له إن هو بيقول رأيه، يقوم لأن هو مش عارف فيقوم إيه يقول أنا معترض وهذا لا يجوز ومش عارف إيه، وفولس أوبجيكشن مش مبني على مضمون حقيقي. زي هنا لما قالت ما عجبتنيش، بس ما اقدرش اقول انها ما سمعتش اصلا فقالت ما عجبتنيش، لان في مضمون واضح في الكلام ده ان في حاجه اتعملت فعلا واتبنى عليها الكام سطر اللي اتكتبوا دول. وطبعا موضوع الكوبي وبيست وان واحد بيسبميت حاجه واضح ان هو بيعملها وخلاص من غير اي مجهود، دي كلها حاجات احنا نفسنا ان احنا نتغلب عليها. حتى لو مش مقتنع قوي يعني بالكلام، بس في الاخر انت ده صورتك يعني. يعني دي بنت طلعنا يعني ناس كتير جدا اتأثرت بيها وكومنتات كتير وناس عملت لها شير وكده، مع ان ما حدش عارف يعني هي اسمها مكتوب هنا عليها، ما حدش عارف هي الاولى على مدرستها، الاولى على الفصل، درجاتها بتعمل ازاي، ما حدش سأل في ده. لكن البرزنتيشن البسيط بيبيع نفسه يعني. فانت ممكن واحد فيكو يعمل اساينمنت مره ملوش دعوه بالدرجات، ما يتاثرش وما يجيبش درجه عاليه على فكره في الماده، بس هو بيسيب انطباع كويس. فانت في الاخر الناس دي ممكن حد فيهم يرشحك لمكان عايز حد يشتغل يعني. احيانا بيبقى عندنا كده فصل بين طلبه بيطلعوا اوائل، طلبه عندهم سكيلز عاليه في البرمجه والكودينج والبرزنتيشن سكيلز وكده، يعني بيبقى في بول للناس الاوائل وفي بول للناس. واحيانا ممكن حد يقول لي احنا بندور على حد شاطر في البرمجه بكذا، اكون عارف ان في حد عمل بروجكت يعني. احيانا بيبقى ممكن مدخلك يكون حاجه انت مش متخيلها خالص هي اللي تخليك تشتغل بعد كده. وانا شخصيا لما كنت طالب بعد سنه اولى اتدربت لمدة شهر في شركة ما كانتش شركة برمجة أساسا، كانت شركة تجارة واستيراد وتصدير، بس كانت عاملة قسم للبروجرامينج وكان فيه 2 مبرمجين بس. وحتى كانوا يعني ايه مش متوقعين ان انا يعني ممكن اكون بعمل بعرف اكتب كود وبرمج وكده. فلما اتقال لهم ده طالب مش عارف ايه ومعرفة ابوه معرفة لينا وكده وعايزينه يتدرب، كانوا بيحاولوا يتجنبوا انهم يدوني شغل حقيقي. ف
ففي الاخر قالوا لي طب في مكتبه كده يعني رف كده على الحيطه فيه 5 6 كتب، قالوا لنا ما تعمل لنا قاعده بيانات وتطبيق كده، برنامج صغير على ينظم لنا المكتبه دي ومين استعار كتابه وكده. وقعدت الشهر ده اعملها، وبعدين انتهى الموضوع وغاب وانقطعت علاقتي بالناس دول. وبعدين فجأة بعد التخرج رحت اعمل انترفيو في شركة اكبر بكتير، وانا في الانترفيو لقيت الاتنين دول مع الشخص اللي بيمتحنني، يعني لقيت الاتنين دول داخلين بياخدوني بالحضن وبيسلموا عليا وكده. نتيجة الانطباع الايجابي اللي سبته معاهم في الشهر اللي قعدت معاهم من 3 سنين وانا طالب في سنة اولى، وفعلا نجحت واتخذت واشتغلت اكتر من سنة في الشركة دي، وانا اللي سبتهم بعد كده ورجعت اشتغل في الجامعة يعني. فاحيانا انت ممكن حاجات تحصل لك في خلال دراستك تكون هي سبب شغلك وانت مش عارف كده، فالتسطيح الامور مش هو اللي هيوصلنا لحاجة يعني. سواء واحنا بنذاكر نفتكر دايما الكلام ده ان السوفت وير صناعة يتشربها العقل، انت محتاج عقلك ياخد الحاجة بالتدريج عشان يحللها. ممكن انت وانت نايم عقلك يكون بيفكر في حاجات، تلاقي نفسك صاحي بتفكر في حاجة من اللي انت ذاكرتها من كام يوم، ولما تسمعها تاني تلاقي نفسك فاهمها اكتر، مع انك ما شكلك ما خصصتش وقت محدد من الساعة كذا لكذا كنت بذاكر الموضوع ده. ممكن وانت بتتعلم حاجة في الكودينج وانت صغير كده النهاردة تبقى راسخه في عقلك، غير لو انت جيت بعد ما اتخرجت يقول لك ده انت لازم تتعلم كذا، فانت فاكر انك انت في اي وقت تتعلم. لا، الفرصه الاولى الوقت، التوقيت اللي انت بتقتنص فيه الفرصه بيفرق كتير ساعه احتياجك ليها يعني. خلونا نرجع لموضوعنا بقى، ونرجع تاني للمودلز بتاعت السوفت وير والبروسيس اللي بنمشي عليها. واحنا عرفنا من المحاضرات اللي فاتت ان الووتر فول موديل ده ما عندناش تحكم قوي فيه، كاننا واقعين في الشلال ده ما تقدرش وانت نازل تطلع فوق، دايما انت بتبقى دايما موجه في الاتجاه بتاع الفيزز ديت لانها فيزز تقيله، فالحركه العكسيه فيها مش سهله قوي، وقت طويل جدا من ساعه ما الكلاينتس بتاخد منهم الريكويرمنتس اللي احنا اتعلمنا انها مش هتبقى كامله، ودايما هيبقى في تغييرات فيها لغايه ما بتدي له سوفت وير. في سنجل بوينت اوف فيلر هنا، ان انا مش هقدر اعرف ان السيستم ده مش هو اللي طالبينه، او ان في حاجات اساسيه ناقصه، او ان انا فهمت غلط الريكويرمنتس، غير لما اسلم السيستم او ابتدي اعمل الديبلويمنت ويبتدوا اليوزرز بتوع السيستم يكتشفوه. فده الهيفي ويت او اللينسي بروسيس ديت اكتشف الناس، او يعني فطن الناس من زمان جدا من 20-30 سنة انها مش افضل طريقة مناسبة للسوفت وير. وتعالوا نشوف برضو الكونفليكت الاساسي اصلا في الموضوع هو اللي بين الديفلوبرز والكلاينتس. ده برضو كوميك معمول كده عاملينه الناس الديفلوبرز ككوميدي، بيوصف بسخرية حالنا احنا كديفلوبرز مع الكلاينتس، ان واحد بيقول لهم احنا مين، قالوا له احنا الكلاينتس، احنا عايزين ايه بقى ما نعرفش. فمعظم الديفلوبرز دي مشكلتهم مع الكلاينتس، ان احنا مفترضين ان المفروض الكلاينتس دول يكونوا عارفين بالتفصيل الممل السيستم اللي هم هينفعهم في شغلهم يشتغل ازاي، خطوات بالتفصيل 1 2 3، يبقى في زرار لو دوسنا عليه يحصل كذا. وبنكتشف ان ده مش هو الواقع، ان الدنيا بالنسبه لهم غامضه، كان هم داخلين على حاجه بازل كده، حاجه مش قادرين ان هم يدونا الريكويرمنتس قبل ما نشتغل. فدي اول مشكله. بس المشكله الاصعب كمان ان لما بنقول لهم طب اللي انتم مش عارفينه ده عايزينه امتى، فبيقولوا دلوقتي. هنا طبعا ده اكستريم كيس، ان احنا دايما بيبقى متوقع ان احنا نخلص السوفت وير بسرعه، ان السوفت وير مش حاجه تاخد وقت ده كله يعني، دايما في استيميشن ان احنا تحت ضغط الوقت ده. فدي كونفليكت موجود. احنا يعني ادينا فكره المره اللي فاتت ووجهناكم انكم تسمعوا جزء من محاضره الدكتور ايمن بهاء في المثال بتاع الحمار ونربط الحمار ازاي وكده، اللي فيه برضو تعالي من الديفلوبر على الكلاين. في حين ان احنا بنكتشف بقى ان في السوفت وير
الفاليديشن بيبقى السيستم بتاعنا valid او مش valid based على القاعدة الغريبة دي، ان الاوبجكتيف بتاعنا ان احنا نديفلوب كوريكت سوفت وير، مش اننا نديفلوب سوفت وير كوريكتلي. يعني السيستم بتاعنا هيتقبل لو هو كوريكت سوفت وير. يعني ايه كوريكت سوفت وير؟ يعني السوفت وير اللي احنا طلعناه ده كوريكت من وجهة نظر الكلاينت، يعني متماشي مع الريكويرمنتس بتاعت الكلاينت اللي هي كان فيها حتت مش كاملة وحتت اتغيرت وكده. وده الهدف الاسمى لينا، ان احنا نحقق الريكويرمنتس. الكوريكت سوفت وير هو السوفت وير اللي بيحقق الريكويرمنتس بتاعت الكاستمرز، مش اننا نديفلوب سوفت وير كوريكتلي. لان هنا الديفلوب سوفت وير كوريكتلي معناها ان واحنا بنبني السوفت وير احنا بنصمم الكلاس الصح، بنبني ما بنغلطش في الكود الكلام ده. فديفلوب سوفت وير كوريكتلي، انت ممكن تبني برنامج ما فيهوش اخطاء لما تشغله تعمل له راننج يشتغل، فكانك انت كده عملت السوفت وير بطريقه صحيحه. لكن السوفت وير مش صحيح، الطريقه اللي اتبنى بيها صحيحه لكن هو نفسه نوت كوريكت. خلاص، ف يعني دي نقطه خلاف دايما. انت ممكن تبقى فاكر انك عملت السوفت وير وسلمته وخلصت من البروجكت ويكون مطابق للريكويرمنتس اللي هي اداها لك في الاول اللي هي مش دقيقه، بس ساعه ما تعمل له ديبلويمنت عند اجهزه العميل ده نكتشف ان المتطلبات تغيرت لظروف خارجه عن ارادته، او لان هو ما كانش فاهم بالظبط المفروض الدنيا تشتغل ازاي. فاللي انت عملته كوركتلي ده هو بالنسبه له نوت كوركت، لانه هو من وجهه نظره مش بيؤدي الغرض منه. فهنا الكونفليكت، وعشان الكونفليكت ده نحله احنا خدنا فكره بسيطه في المحاضرات اللي فاتت، اننا نقدر نستخدم انكريمنتال ديفلوبمنت اللي هو بنسميه الاجايل ميثودز. الاجايل يعني خفيفه الحركه سريعه الحركه، ان احنا بدل ما احنا نبقى علينا حمل او ثقل كبير الهيفي ويت بتاع ان احنا ماشيين بالبروجكت ككتله واحده فهنمشي ببطء ونسلم البروجكت بعد وقت طويل، ان احنا هناخد حته صغيره نطبقها ونكتب لها كود ونسلمها وتبقى دي اول فيرجن، وبعدين نعمل حتة تانية جنبها وهكذا. فكأن أنا بعمل الديفلوبمنت بتاع السيستم بتاعي في مجموعة increments، خطوات ورا بعض، كل خطوة منهم أو كل لفة بينتج عنها إن السيستم اللي عند أجهزة الكاستمر اللي هو شايفه من بعد كم أسبوع من البداية عمال يكبر، وهو من أول مرة من بعد كم أسبوع بدأ يستفيد من السيستم ده. فدايما نبدا بالحاجات اللي هو محتاجها اكتر، المور كريتيكال بالنسبه له، اللي هو نفسه انها تتعمل الاول، وعمالين نبريوريتايز الريكويرمنت، ناخد حته من الريكويرمنتس ننفذها ونعمل لها تيستينج وننزلها عنده، وبعدين ناخد ريكويرمنت تانية ونلف لغايه ما يبقى معانا سيستم كامل. فده مش جديد علينا، بس اولا عايزين نفصل بين كلمه انكريمنتال وايتريتيف. انا برضو استخدمت كلمه اتريتيف، ان دي اول اتريشن، تاني اتريشن، تالت اتريشن. هو في فرق بسيط بين الكلمتين، ان عاده الاتريتيف ممكن يفهم منها ان احنا بنعمل في كل اتريشن تحسين بسيط في السيستم بتاعنا بس ككل. فانا هنا وانا برسم الصوره دي انا ممكن اقول ان انا في اول لفه هرسم بالقلم الخط الخفيف، وبعدين هحبر اللوحه كده وهتقل الخطوط والكلام ده، وبعدين هبدا التلوين على كذا مرحلة. بس في كل مرة أنا ما أقدرش أجي في نهاية المرحلة الأولى دي وعلق اللوحة، لسه ما اكتملتش. فأنا كده شكلي مشيت iterations، كل iteration بحسن شوية في اللوحة، لكن أنا مش incremental. الانكريمنتال إن أنا عندي جزء وببني جزء أكبر منه. فأنا من البداية خالص أول جزء ده هو عملت كل مراحل الرسم، رسمت ولونت وظبطت كل حاجة، بس الحته صغيره من اللوحه الكليه من السيستم الكامل. ويقدر حد يبص على الحته دي ويشوف تناسق الالوان والالوان اللي انا اخترتها والكلام ده ماشي. وبعدين في الانكريمنت او في الاتريشن الثانيه زودت على السيستم الحته دي، بقى في حته واضحه الوش الكامل ده باين، مع ان لسه في اجزاء كتير من الصوره ما اكتملتش. فهنا اللي يبص على الصوره ديت يبقى شاف حاجه من المنتج النهائي، يقدر يشوف ويحللها ويقيمها.
لكن لو انا كنت ماشي iterative بالمعنى ده كان هيبقى لسه في حاجات كتير مش باين عنده، في فرق كبير بين الصورة بعد الليفل 2 ده والليفل 5، فهو لسه مش جاهزة انها تتسلم. فده معنى الانكريمنتال ديفلوبمنت. يبقى احنا عايزين بس نظبط كلامنا عن الاجايل، هو ايه بالظبط الاجايل ميثودولوجيز دي او الميثودولوجي ديت. ناس كتير بتتكلم بتقول جوانب مختلفة، كل الكلام اللي مكتوب هنا صحيح عن الاجايل. قبل ما كلمة اجايل نفسها تستخدم كان الناس بدأت تطلع طرق والناس تسميها مجازا rapid software development، ان احنا مشكلتنا الاساسية في الووتر فول ان احنا عندنا وقت طويل جدا على ما السوفت وير بيطلع، الفيزز بتاخد وقت طويل، والتشينج اللي بنشوفه ده بيخلي بعد كده العودة للديزاين من الاول للحتة ديت بيبقى صعب يعني. وشفنا مع بعض مفهوم الانكريمنتال سوفت وير ديفلوبمنت اللي هو متطابق او قريب جدا من الفكرة ديت، او هو مخرجنا، لان احنا عندنا سيستم اصلا كبير ما نقدرش نخلصه كله بسرعة، فعشان نوهم او ندي الانطباع او نمكن الكاستومرز ان هم يستفيدوا في وقت قصير وبسرعة من السيستم اللي هم طالبينه ده، فمخرجنا هو ان احنا نمشي بالانكريمنت اللي احنا شفنا الامثلة عليها. برضو عندنا في مكان يعني في حاجة اسمها الاجايل ايليانس اللي هي بتضم يعني كيانات كتير من الناس اللي هم سواء شركات او سوفت وير انجينيرز مهتمين او مدعمين للاجايل، فهنلاقي بيستخدموا ده للوصف ايه هو الاجايل. يعني هنلاقي بيقول الاجايل هو the ability to create and respond to change، فهو هنا مسك في النقطة العصب او القلب او اهم حاجة الميجور بروبلم اللي بتواجه السوفت وير ديفلوبمنت اللي هي حتمية التغيير واحتياجنا ان احنا نشتغل بشكل يستوعب ويرحب ويمكن التغيير ده حتى في اوقات متأخرة من الديفلوبمنت، يعني بعد وقت طويل احنا طلعنا انكريمنتس كتير وفي تشينج، يبقى برضو عندنا القدرة على الاستيعاب. فاحنا شفنا ان احنا من امثلة مثلا من ان الجود بروجرامر هو اللي بيكتب كود يفهمه الناس، الكود بتاعه سهل فهمه سهل تغييره، يعني الديزاين البسيط والكودنج اللي ماشي على ستايل سهل كده في الفهم، ده من الحاجات اللي هتخلينا نقدر نتشينج، بالإضافة لاستعدادنا العقلي لأننا فاهمين الخصائص اللي اتكلمنا عنها في المحاضرات اللي فاتت، وإن التشينج ده الناس طبيعي إنها تفترض إنه سهل لأن السوفت وير حاجة أبستراكت، وطبيعي إنه هيحصل كده كده حتى لو الناس معانا، لو إحنا عملنا كل المجهود إن إحنا نستخلص منهم ضيعنا وقت كتير جدا في استخلاص الريكويرمنتس، ده هيبقى وقت كتير منه ضايع لأن كده كده الريكويرمنتس دي هتتغير مع الوقت ومش هيقدر يديها لنا بشكل كامل غير لما يشوف بعينه ويطبق ويبتدي يجرب السيستم ويستكشف امكانياته يعني. وبرضو الاجايل بالنسبه لنا هو طريقه تفكير، يعني مايند سيت، واي اوف ثينكينج، فيلوسوفي. والاجايل نفسه مش نوع واحد، مش طريقه واحده، مش منهج واحد زي الووتر فول كده، ده هو امبريلا تيرم، يعني في طرق كتير تم طرحها، يعني تم اقتراحها من قبل ناس ليها خبرات في السوفت وير انجينيرنج من زمان، من قبل ما كلمه اجايل نفسها يبدا استخدامها. كان في مجموعه من الميثودز ناس مختلفه قدموا الميثودز دول، بس هم كلهم وصلوا لقناعات متشابهه مع بعض، من انهم قعدوا يفكروا يا ترى ويعملوا انترفيوز مع السوفت وير تيمز والسوفت وير انجينيرنج ويستخدموا خبرتهم في استخلاص الاسباب اللي بتخلي السيستمز تفشل او تنجح. فقعدوا يفكروا ايه، ازاي نطور في البروسيس بتاعتنا، وبدل ما نستخدم الووتر فول موديل دي نعمل ايه عشان نقدر يبقى السيستم البروسيس بتاعتنا اكثر كفاءه واكثر ضمان ان احنا ننجح في مهمه البرودكشن بتاعت السوفت وير او البروجكتس بتاعتنا تبقى ناجحه. فقدموا لنا ميثودز مختلفه قبل ما يبقى فيه اجايل، وده كان مجهود مش مجهود يعني فريق، لا ده كل واحد كان شغال في حته او في مكان وهو قدم ميثود باسم، ولسه لغايه دلوقتي بنستخدم الميثود دي باساميها، بس جينا في لحظه كده وجمعنا الميثود دي تحت الامبريلا او المسمى الجامع اللي هو اسمه اجايل.
يعني معنى كده ان الاجايل ده مش طريقه واحده، لا ده في طريقه اسمها سكرام، وطريقه اسمها اكستريم بروجرامنج، طريقه اسمها الكريستال، لين، اف دي دي وغيرهم. والاجايل ده مصطلح بس يغطي او يجمع الايه الحاجات دي، كان ايه في حاجات مشتركه بينهم، واحنا هنوصف المشترك بينهم ده باستخدام المصطلح اللي هو اجايل ده. وده فعلا اللي حصل سنه 2001، ان الميثودز الكتير ديت، انا عندي هنا ميثودز كتير الناس بتقترحها، بس الميثودز ديت مختلفه خالص عن الطريقه المستقره بتاعت الووتر فول موديل. احنا راجعين كده يعني مثلا لسنه 2000 او قبل كده كمان في التسعينات. فالناس اللي قدمت الطرق ديت هم ما عندهمش فرصه كبيره، يعني اللي قدموا السكرام، اتنين عملوا لنا السكرام. النهارده السكرام في كل شركات العالم تقريبا مستخدم، او في معظم الشركات، لكن لو ما كانش اتعمل الموفمنت او التجميع بتاعه الاجايل او تجميعه المشترك في السيستمز ديت، وبقى في ناس كتير جدا بتدعم الكلام ده، ما كانش الفكر ده انتشر او ابتدت الشركات بالتدريج لغايه ما بقت النهارده تقريبا معظم الشركات نقلت فعلا لاستخدام الاجايل في معظم البروجكتس بتاعتها اللي هي مش محتاجه البلان الشديد بتاع الووتر فول. فسنه 2001 في 17 واحد من الميثودولوجيست اللي هم كان ليهم دور في الميثودز اللي ظهرت في التسعينات علشان تبقى تستوعب الخصائص بتاعت السوفت وير وتتغلب على المشكلات بتاعت الووتر فول موديل. ال 17 واحد دول اجتمعوا لمده 3 ايام. هم كانوا مقدمين، كتير منهم كانوا مقدمين ميثودز مختلفه. ما كانش الهدف من الاجتماع ان هم يتفقوا على ميثود واحده قد ما هم كانوا عايزين يشوفوا ايه الكومون في الميثودز البديله المقترحه للووتر فول، بحيث يبقى في كده المشترك ده يقدروا انهم يعملوا له ماركتنج، والمجتمع بتاع الشركات السوفت وير يتقبله بشكل اكبر. وفعلا بعد 3 ايام قدموا لنا المخرج بتاع الجلسات ديت اللي قعدوا يتخانقوا فيها، وطلعوا لنا المانيفيستو او الاعلان بتاع الاجايل، يعني اعلنوا لنا عن المسمى ده، خرجوا لينا بالمسمى ده اجايل سوفت وير ديفلوبمنت في اعلان في اهم او المين كونسبتس بتاعه الاجايل ديت وصياغتها في 68 كلمه، اللي هو الاعلان ده المانيفيستو فور اجايل سوفت وير ديفلوبمنت، اللي هو هنلاقي ان هو في كده في النص 4 سطور. الاربع سطور دول فيهم كلام مكتوب كبير وكلام مكتوب صغير، يعني بيقولوا احنا لاحظنا ان الشركات مهتمه بالبروسيس والتولز بتبالغ في الالتزام بالبروسيس، في حين ان ممكن يكون الانديفيدوالز والانتر اكشنز تحل مشكلات بشكل ان احنا مش لازم نلتزم 100% بالبروسيس. احنا لاحظنا ان الشركات بتعمل دوكيومنتيشن فيري كومبريهنسيف زياده عن اللازم، بتبالغ، وده بيأخر الوقت اللي بيظهر فيه وركينج سوفت وير، واحنا محتاجين الوركينج سوفت وير هو ده مقياسنا ان في تقدم في البروجكت او عدم تقدم. بنبالغ في اننا عندنا خطه عايزين نمشي عليها، مع ان احنا الاهم من ده ان احنا نستجيب للتشينج، لان ده الطبيعي ان في تشينج في الريكويرمنتس وفي فهم واستيعاب الكاستمر للامكانيات بتاعه السيستم واللي يقدر يقدمه له خلاص. فهو مش هيقبل ان احنا ما نجبره نقول له لا، ده احنا في بلان وفي عقد. بنبالغ في التاكيد على العقد، مع ان الاهم ان احنا نتعاون مع الكاستمر علشان يفهم اكتر ويستوعب الامكانيات بتاعه السيستم، فيقدر ناخد منه الحاجه الريكويرمنتس اللي هي تفيده فعلا، ونقدر نديله سيستم مرضي ليه. فكان هم لخصوا، هم ادوا قدموا طرق بتشترك كلها انها بتحاول تعمل انكريمنت زي ما شفنا كده، وتطلع السيستم على مراحل، لكن في فروقات في البراكتس، ازاي نشتغل سكرام او ازاي نشتغل اكس بي، ازاي نشتغل كريستال وهكذا. فهم ما اتخانقوش، هم جمعوا الطرق بتاعتهم دي تحت المظله بتاعت، واخترعوا كلمه اجايل اللي هي معناها حاجه خفيفه الحركه او سريعه،
وحطوا لنا الاربع سطور دول احنا هنقرا مع بعض كده. We are uncovering better ways، يعني احنا بنوريكو او بنكشف عن طرق افضل لتطوير السوفت وير، باننا بنعمل بنتبع الطرق او الميثودز ديت اللي زي الاكس بي والسكرام وغيرها، ونساعد الاخرين انهم يعملوها through this work. يعني الاجتماع اللي احنا عملناه ده او المؤتمر ده خرجنا منه باننا وصلنا للصياغة الحاجات اللي احنا بنقدرها او بنديها اعتبار او بنعملها بنعمل لها بنديها فاليو اكبر. الحاجات اللي مكتوبة كبير دي المفروض ان احنا نديها فاليو كناس software developers اكتر من الحاجات اللي مكتوبة على اليمين اللي غالبا بنبالغ في الاهتمام بيها، فبتكون النتيجة عكسية. لما نقعد نعمل نشد قوي على حاجات ممكن تناسب المشاريع اللي هي كبيرة جدا و very critical، زي مثال في الكتاب بيدينا example أنظمة التحكم في بعض الطيارات وخصوصا الطائرات الحربية. ممكن أحيانا هو كان مدينا example في كتاب لسيستم عملها شركة لوكهيد مارتن اللي هي من أكبر شركات الطيران في أمريكا، واستغرق بناؤه 10 سنين. فأنا عندي 10 سنين وما عنديش حد بيخبط عليا كل يوم، فأقدر أعمل حاجة بلان قوي زي الووتر فول ده مناسب ساعتها. لكن معظم السيستمز زي اللي فيها التفاعل الوحش، الإحساس إن في كونفليكت بيننا وبين الكلاينت مش عارفين عايزين إيه بالظبط، مش هينفع الكلام ده يتم فيها. فإحنا محتاجين نستخدم أجايل ميثودز. إيه اللي بيربط الأجايل ميثودز دول ببعض؟ شوية ما يسموه هم values. فالأربعة دولة اللي قدامنا اسمهم الفور values. الأجايل ليها أربعة values، أربع قيم، وبعد كده اتبنى منهم أو استنتج منهم أو فسرهم 12 قاعدة. خلونا نروح للويب سايت اللي هو هنا اسمه agilemanifesto.org، الويب سايت الأساسي للموفمنت دي أو للنشاط ده أو للحركة ديت. بس أعمل لكم شيرينج. هل شايفين معايا صفحة النت؟ فهنا دي الصفحة الرئيسية agilemanifesto.org، وده نفس الكلام اللي احنا حطيناه في السلايد. وهنا هنلاقي ان هو مترجم لكل اللغات، فاحنا هنا شفنا من شوية اللغة العربية اعلان agile لتطوير اللي هو agile manifesto لتطوير البرمجيات، اننا نكشف النقاب عن طرق افضل لتطوير البرمجيات، وعبر هذا العمل توصلنا الى اعتبار. وقالوا هنا الأهم لنا الأفراد وتعاملهم فوق المنظومات والأدوات، البرمجيات الصالحة للاستعمال فوق التوثيق أو الدوكيومنتيشن الكامل، تعاون ومشاركة العميل أهم من التفاوض على العقد، الاستجابة للتغييرات أهم من الالتزام بمخطط أو خطة عمل واحدة. فهو بيقول خلوا بالكو إحنا الحاجات اللي إحنا قلناها في الآخر دي لها قيمة برضو، لكن إحنا المجموعة الـ 17 نفر دول بنقدر او بندي قيمة اكبر للحاجات اللي مكتوبة على اليمين. لو رجعنا تاني للانجليش، قالوا هنا الانديفيديوالز اند انتراكشنز دي اهم من البروسيسز اند تولز. احنا هنشرح دلوقتي الايه الفاليوز الاربعة دول. وادي ال 17 واحد اللي هم احنا شفنا منهم قبل كده فاولر مثلا، شفنا كوت لي في المحاضرة اللي فاتت أو اللي قبل اللي فاتت، شفنا مثلا روبرت سي مارتن. يعني دول ناس لغاية دلوقتي هتلاقوا معظم الناس دولت لسه ليهم احترامهم وتقديرهم في الكوميونيتي بتاع السوفتوير انجينيرينج، وليهم كتب مستمرة وليهم توكس وبيتكلموا في المؤتمرات والناس بتشوف التوكس بتاعتهم ديت، ويعني مؤثرين في المجال ده كتير الأفكار بتاعتهم. كنت باك ده هو اللي عمل حاجة اسمها الاكستريم بروجرامينج هنتكلم عنها. في شوابر وساذرلاند هم دول الاثنين اللي عملوا لنا السكرام اللي هو انجح واحد من الاجايل ميثودز او تم تبنيه من الشركات تقريبا كل الناس وفي ناس فاكره ان الاجايل هو السكرام. السكرام هو واحد من الميثودز بتاعت الاجايل، يعني هو سبيسيفيك ميثود والاجايل هو الجنرال تيرم اللي بيضم السكرام وغيره. في برضو من الناس المهمين أليستر كوكبرن اللي هو عمل نظام اسمه أو عمل طريقة اسمها الكريستال، فده برضو من الميثودولوجيست المهمين وغيرهم يعني. فالناس دولت
ناس ليهم وزنهم لما اجتمعوا فعلا الكوميونتي او الشركات بالتدريج الناس اللي شغالين في السوفت وير انجينيرنج بداوا يتبنوا الاجايل ميثودز ديت ويحسوا بقيمتها او ازاي انها تقدر تمكنهم من حل مشكلات البروجكتس وتعطل البروجكتس وفشل البروجكتس والكلام ده. وفعلا يعني احتمال نجاح البروجكتس اللي بتتبنى الاجايل في وقتنا اكبر بكتير من واحد شغال عشوائي او شغال بطريقه بلان دريفن كامله زي الووتر فول او غيرها يعني. ف في برضو هنا وصف يعني معلومات عن الناس ال 17 واحد دول ولينكس للشغل بتاعهم لو حبيته. وبعدين في 12 principles بقى، في 12 principle يعني قاعدة أساسية المفروض إنهم يتبناهم ويبقوا في عقل ومقتنع بيهم الناس اللي شغالة أجايل. زي مثلا إن إحنا ساتيسفاي الكاستمر، أهم حاجة مكتوب هنا our highest priority is to satisfy the customer، لأن ناس كتير من الديفلوبرز وما زال لغاية دلوقتي يعني بيأندر استيميت الكاستمر أو مش بيهتم أوي إن هو يغير يعني يراعي عقلية الكاستمر وإزاي إن هو لازم نساتيسفاي الحاجة دي ونستوعب التغيير. هنا التاني واحدة welcoming changing، إن إحنا دايما نرحب بالتغيير حتى لو جه في وقت متأخر من الديفلوبمنت، فإحنا أصلا مش هنقع في إننا نستخدم الووتر فول اللي هو لو حصل التغيير ده متأخر هيبقى الكوست بتاعه عالي جدا والمجهود ضخم عشان نصلح ونستوعب التشينجز ديت، فمش هنقبلها وخلاص، هنقبلها بس لازم نغير طريقتنا كمان في الشغل والبروسيس بتاعتنا عشان قبولنا للتشينجينج ريكويرمنتس ده يبقى مش مكلف قوي لينا. وهكذا في 12 واحده وبرده موجودين بالعربي، لو جينا في العربي هنا هنلاقي ادي الاعلان او المانيفيستو وتحتيه المبادئ ال 12 مكتوبين بالعربي عادي نقدر اننا نقراهم وهم بيشرحوا نفسهم. ومع ذلك فاحنا في السلايدز اللي جاية هنركز على حاجتين، الإعلان أو المانيفيستو اللي فيه 4 values والبرينسيبلز ال 12 اللي هم نالوا قبول الناس دول أو قدموهم للمجتمع بتاع السوفتوير انجينير. وبعدين مع الوقت بقى من زمان جدا من 2002 يعني يمكن بعد هم دولت اجتمعوا في فبراير 2001 بدأوا من بعديها بسنة ونص تقريبا ينشروا هنا في الصفحة ديت سيجنتشرز لناس تانية software engineers في شركات أو شغالين بيضموا السيجنتشرز أو توقيعاتهم لل 17 واحد المهمين دول، فكده بيدوا دعم أكبر للأجايل موفمنت ديت. وكل واحد أحيانا ممكن تلاقي واحد مثلا واحد هنا اسمه فرانك مش عارف إيه قال انا اندبندنت، عرف نفسه ان هو اندبندنت كونسلتنت وبعدين قال كومنت كمان، هو ده توقيعه ان هو بعت لهم في التوقيت ده اللي هو بين 10 اكتوبر ل 7 فبراير 2002 بعت لهم دعمه ليهم بالسيجنتشر بتاعته. وبعدين كل واحد ممكن يحط كده كومنت بعد سنين من الشغل في السوفت وير ديفلوبمنت والفيلر ريت العالي اللي انا كنت واقع فيه بدأت اشوف حاجة شغالة عكس التوقع افضل من التوقعات مش عارف ايه في خبرتي الموسيطة الاجايل كذا كذا كذا. فبتلاقي هنا كومنتات من الناس مش مجرد توقيعات بس، وكتير من الكومنتات دي ممكن تعلمك حاجات لو قريتها وممكن تديك فكر او طريقة تانية في التفكير. يعني الكومنتات ديت هي في الحقيقة بصراحة للناس اللي هم بيشتغلوا في السوفت وير وبيستخدموا الاجايل. انا شخصيا من وقت للتاني بدخل لو لقيت نفسي فاضي، يعني من الحاجات اللي ساعات بعملها ان ادخل على الموقع ده وافتح اي صفحه من صفحات السيجنتشرز ديت واقرا اي حاجه كده عشوائيا كده وافكر فيها خلاص. فهنا في كومنتات وهو ده الاساينمنت اللي هتعملوه الاسبوع ده، هقول لكم في نهايه المحاضره يعني مكتوب انك انت تدخل تقعد ساعه او ساعتين يعني في الحدود ديت تقعد تقرأ كومنتات من الناس اللي هي بتدعم الأجايل على الصفحة ديت
وتختار اكتر كومنت عجبك وتكتب لنا الكومنت ده عجبك ليه، بس تقول لنا مين صاحب الكومنت وفي اي تاريخ عشان اقدر اوصل له، يعني لاني مش هقعد ادور، يعني ما تكتبش كومنت وخلاص لان قبل كده حد عمل كده يعني. فهتكتب الكومنت تقول ان هو كان انا لقيت كومنت كذا عمله فلان في التاريخ بين مثلا 27 اكتوبر ل 6 نوفمبر، وعجبني الكومنت بتاع مثلا محمد ارشد علي ده اللي بيقول كذا وعجبني عشان كذا. فتفكر شوية واقرأ كتير، يعني ما تبخلش على نفسك بالساعة ديت او الساعة ونص او الساعتين انك تقرأ، وحاجات هتفهمها وحاجات مش هتفهمها، وده هيقوي برضو ايه اقتناعك بالموفمنت دي. فالحركة اللي بدأها ال17 راجل دولت، وبعدين الناس الكتير اللي دعموهم باستخدام السيجنتشرز ديت، بدأت مع الوقت، يعني دول كانوا بدأوا سنة 2001، على سنة 2008 2009 2010 كده بقى صعب انك انت تكلم حد مش عارف الاجايل زي قبلها بكام سنة، او انك انت تكتشف ان في شركة تقول لا الاجايل ده ملوش لازمة. يعني بدأ تبني الاجايل يزيد لغاية ما بقى تقريبا كل الناس بتستعمله. هنسمع مصطفى عايز يقول ايه. طب يا دكتور، هو الحاجات اللي احنا بناخدها assignment دي هتيجي معانا في المدات وكده، المفروض ان احنا نذاكرها؟ لسه ما قررتش، لما يجي وقت امتحان هقول لكم قبلها ان شاء الله. ماشي يا دكتور. نرجع تاني للسلايدز بتاعتنا. فاحنا نبدأ بالأجايل مانيفيستو، ان احنا في 4 سطور في النص، كل سطر منهم بيودينا لواحدة من الفاليوز. فعندنا 4 أجايل فاليوز اللي هم في الإعلان، ال4 سطور الأساسيين دول اللي بيفضلوا حاجة عن حاجة تانية. بس الحاجة المفضل عليها دي أو الحاجة اللي مكتوبة صغير ديت، هم بيقولوا لك خلي بالك احنا بندي قيمة للحاجة اللي على اليمين، بس الحاجة اللي على الشمال الحاجة اللي على اليمين فيها قيمة، احنا بنعترف ان فيها قيمة، بس احنا مقتنعين ان الحاجات اللي مكتوبة اكبر ديت قيمتها او اهميتها اكبر، او ان المبالغة في الحاجات اللي على اليمين ممكن تخلينا نهمل الفاليوز ديت بالقدر اللي ممكن يوقعنا في خطر ان السوفت وير سيستم كله يفشل، او ان احنا نتأخر جدا في التسليم ونضيع وقت كتير ومجهود كبير على الفاضي. فاول فاليو هم مركزين عليها او كتبوها ان الانديفيديوالز والانتر اكشنز اهم من البروسيسز والتولز، بمعنى ان احيانا احنا ندي ويت او اهميه للبروسيس اكتر من اللازم، نبالغ لغايه ما نخرجها من مضمونها، يعني اي حاجه تزيد عن حدها معروف انها تنقلب الى ضدها. يعني ايه؟ انت ممكن احنا في حياتنا بنستخدم بدل كلمة process دي السيستم، زي مثلا لما تيجي تقارن مصر ببلد تانية مثلا في اي يعني في مصالح حكومية، تقول احنا عمرنا ما هنتقدم، احنا الفرق بيننا وبين الناس التانية دي هو السيستم ده، انا مش عارف دخلت المكان الفلاني عشان اجدد رخصة او اعمل مش عارف ايه، او يعني اعمل اي معاملة فلقيت دخلت في 1 2 3، اي حد قاعد هيمشي في نفس البروسيس والموضوع خلص. يعني لما يكون في بروسيس او يكون في سيستم زي ما بنقول، احنا طبيعي ان ده كويس، بس احيانا المبالغة في البروسيس او السيستم ديت ممكن تبقى قيد على الناس اللي شغالة فتعطلهم بدل ما تخليهم يخلصوا في وقت معقول. كان في نقطة مشهورة زمان اللي هي نقطة ان احنا نشتري شراء الفراخ، اللي هي بس ان قال له ما فيش فراخ، بس ايه رأيك في السيستم؟ حد عارف النقطة دي؟ فهي نقطة كانت مشهورة يعني في الجيل الأقدم، الجيل بتاعنا يمكن أكتر منكم، ان كان واحد رايح يشتري فراخ من ماركت كبير، فدخل قال لهم انا هشتري فراخ، قالوا له عايز فراخ مثلا صاحيه ولا فراخ مدبوحه، فيقول لهم مدبوحه، يقول له طب اطلع الدور الرابع، يطلع الدور الرابع اللي هو المفروض فيه الفراخ المدبوحه، فيقول له عايز طب انت عايز الفراخ متقطعه ولا سليمه، ف
فيقولهم متقطع، يقولوا طب يبقى تطلع الدور السابع، يطلع الدور السابع يقولوا طب انت عايز الفراخ مثلا، يعني يدوا له برده اختيارين، لو اختار واحد منهم يقولوا طب روح الدور العاشر، يروح الدور العاشر يقولوا له انت فعلا في المكان الصح بس للاسف احنا ما جبناش فراخ النهارده، او ما فيش فراخ بس ايه رايك في السيستم، ان احنا في سيستم انت بتدخل وبيودوك مقسمين كده الدنيا، فده كده كانه بروسس اتعملت، بس لما بلغنا فيها وخرجناها عن مضمونها ان مفيش فراخ اصلا فمالوش لازمه ان احنا نمشي على الخطوات بتاعتها. فاحيانا السير العمياني على البروسس ده بيبقى بالنسبه للديفلوبر زي الراجل اللي في الصوره ديت هدك كبير او صداع كبير، بيضطر ان هو عشان يمشي على البروسس ديت يضيع وقت، ولما يكون في مشكله مثلا وعايز يتفاعل او يبعت حل او يقترح حل، فالبروسيس بتلزمه ان هو مش عارف يبعت للمانجر الاول ايميل، او يعني في بروسيس معينه مثلا لو بيعمل تيستينج للكود او بيصلح اخطاء في الكود فلازم التستر يكون كاتبها له بطريقه معينه بتسلسل معين، يعني في تسلسل لازم نمشي فيه، في حين ان في حاجات صغيره جدا اخطاء مش مستاهله كل ده، احنا ممكن بالانتراكشن اللي هو غير رسمي بين الافراد نحل المشكلة دي. البعد التاني للنقطة ديت ان بيلاحظ ان احيانا شركات بتبالغ في اهمية البروسس لدرجة انها ما بتهتمش يعني تفترض احيانا يعني الناس بتقول ايه، اي المبرمج ده زي ترس في المكنة، انا ممكن اجيب اي حد باي درجة كفاءة باي يعني درجة شغف للشغل وكده واحطه في البروسس، طالما في سيستم هيخش في السيستم ده ويؤدي الدور عليه، بس بنلاقي في الحقيقة ان ده مش حقيقي. عشان كده احد البرينسيبلز بتاعة الاجايل ان احنا نهتم بالتيم والموتيفيتد، لازم نجرب دايما الناس تبقى موتيفيتد، لو في حد اتضح ان الانديفيدوال ده حتى لو تكنيكالي قوي بس اتضح ان هو مش متضايق من شغله في الشركة دي او حاسس ان هو اكبر من الشركة، فده هيبقى بيضر مش بيفيد. يعني مهم جدا ان مش اي انديفيديوال وخلاص نحطه في البروسيس، لازم يكون الانديفيديوال ده فعال وشغال بشكل كفر وموتيفيتد ان هو يشتغل جوه البروسيس، مش هو مجرد ان احنا حطيناه في البروسيس نطمئن ونستغرب ان الاوتبوت ما كانش قد ما احنا توقعنا. فده اول فاليو باختصار كده. الفاليو التانية ان احنا بندي قيمة اكبر للوركينج سوفتوير اوفر كومبريهنسيف دوكيومنتيشن، فكأن بيقولوا ان في مبالغة احيانا من الشركات اللي بتستخدم الووتر فول مثلا او غيرها في انها بتعمل دوكيومنتيشن كبير وبتفترض ان هو ده الطريقة الصح والبروفيشنال في الشغل، خصوصا في الووتر فول ان احنا ما بنكتبش كود غير بعد وقت طويل، طب الريكويرمنت ده بنخرج منه بايه؟ بدوكيومنتيشن للسبيسيفيكيشن، وصف المواصفات بتاعه البروجكت، الديزاين بنطلع منه بدياجرامز ووصفات للاركيتكتشر والديزاين بتاع السيستم كله، والكلاسز الكلاس ايه هتروح هتورث منها ايه، يعني الهيراركي بتاع الكلاسز لو بنستخدم مثلا اوبجكت اورينتد. طيب والكود حتى واحنا بنكتب كود عمالين مطلوب مننا نعمل دوكيومنتيشن للكود بتاعنا بفورمات معين عشان بعد كده غير الكومنتس، طبعا بنكتب دوكيومنتيشن والدوكيومنتيشن ده جزء اساسي من الكودنج، فاحنا عمالين نراكم اطنان من الورق للدوكيومنتيشن، وده طبعا بياخد وقت كتير من مجهود المبرمجين يعني او الديفلوبينج تيم، وبيساهم ان الوركينج سوفت وير تتاخر، فاحنا عمالين نكتب دوكيومنتيشن كتير بس الحاجه اللي هي فعلا نقدر نقيس بيها درجه انجازنا خلصنا قد ايه متاخره، المرحله متاخره جدا من البروجكت. فهو هنا بيقول اه طبعا الدوكيومنتيشن مهم بس مش لدرجه ان احنا نقعد نعمل دوكيومنتيشن على حساب الوركينج سوفت وير. فعشان كده الاجايل بيدي اهميه قصوى ان احنا بسرعه جدا نطلع حاجه شغاله ونبدا نديها للكاستمر، لان هي دي الطريقه الوحيده اللي تخليه يستوعب اكتر امكانيات السيستم ممكن تبقى ازاي ويكتشف اخطاء الجزء اللي شغال اللي هو اتيح له ان هو يستخدمه ويجربه. الفاليو اللي بعدها اللي هي
تأكيد ان احنا نهتم بالكاستومر كولابوريشن اكتر من اهتمامنا باننا نوصل لصيغة عقد ونلتزم بيها. لان احنا شفنا في المحاضرة اللي فاتت ان الريكويرمنتس اللي احنا بناخدها من الكاستومر اللي هي تبقى اساس الكونتراكت مش ممكن تبقى كاملة مبكرا يعني. فاحنا مش هنقدر نطلب منه الريكويرمنتس ونحط عقد ونلتزم بيه ونجبره عليه، لانه هو مش هيجبر. هو لو اقتنع ان السيستم مش شغال بالطريقة اللي تساعده في شغله فاكيد مش هياخده يعني، حتى لو العقد مكتوب فيه تفاصيل هو وافق عليها قبل كده بس اكتشف انها فيها قصور يعني. لكن الافضل دايما هو الكولابوريشن او التعاون، ان احنا ناخد فكرة ان الكاستومر ده بالنسبة له السيستم فيه غموض كأنه بازل زي ما هو مرسوم هنا، واحنا بنتعاون معاه ان احنا نوصل معاه للقطع اللي تكمل الصورة، بحيث ان الصورة ديت البازل يكتمل. فيبقى ده التعاون اللي احنا بنتقبل ان هو بياخد وقت تدريجيا بيفهم السيستم ممكن يساعده ازاي، ومع الوقت كل ما يشوف حتة شغالة يبتدي يحدد اللي changed requirements بتاعته، واحنا بنتقبل ده. ومع الوقت هو الصورة بتكتمل في ذهنه لغاية ما لما السيستم هيكتمل خالص ساعتها بس، وهو يجربه ساعتها بس هيبقى الصورة اكتملت معايا. فاحنا لازم نتفهم ده ونعيش عليه، وده مش معناه ان الكونتراكت وحش. احنا لازم برضو نعمل كونتراكت علشان ما تبقاش الدنيا عشوائية ونقعد نشتغل وبعدين الكاستومر ده يكنسل من نفسه او ما يوفيش الالتزامات المالية اللي عليه وما يدفعش الفلوس والكلام ده. فصحيح الكونتراكت مهم، لكن احنا مش بنعمله كطريقة الالزام الكاستومر بالريكويرمنتس اللي هو قالها، المجموعة اللي هي غير متكاملة اللي احنا عارفين انها مش كاملة من الاول. احنا الموست امبورتنت اوبجكتيف عندنا هو ان احنا نعمل سوفت وير يفيد الكاستومر، فلازم نتعاون مع الكاستومر ده علشان نقدر نوصل للصيغه اللي تفيده اكتر. واخر حاجه ان احنا كتير بنقول انا عملت خطه، انا راجل بروفيشنال لازم امشي على الخطه ديت. فانا وانا بعمل الخطه ما حطيتش في اعتباري الابس اند داونز اللي في الريل وورلد. فهنا احنا قدرتنا ان احنا اكتشفنا ان احنا هننزل في حته نازله حته طالعه ومحتاجين نغير البلان، لازم البلان بتاعتنا دايما تكون فليكسيبل. فلازم الديزاين يكون سهل، لازم يكون فيه قدرة ان احنا نغير في البلان بحيث ان احنا نستوعب التشينج اللي هو شبه في حياتنا الارتفاعات والمنخفضات ديت. فدي شوية values بيؤكد عليها الاعلان بتاع الاجايل او الاجايل مانيفيستو. والبرينسيبلز ال 12 اللي احنا برضو كنا بصينا عليهم باختصار، هم بيأكدوا على شوية حاجات اللي هم نفسهم الأربعة values اللي شفناهم أهمهم بالترتيب، وده ترتيب البرينسيبلز. يعني تقدر هتلاقي مثلا الكونستانت بيس، ممكن واحد ما تفهموش قوي لو كتبت في جوجل كده برينسيبل ده مثلا نمرة 8 أجايل برينسيبل 8، هتلاقي مقالات ومحاضرات وفيديوهات ويعني ريسورسز لا نهائية بتشرح لك تجارب ومشاكل وحاجات، وده صح ولا كويس في ايه ووحش في ايه لكل principle من ال 12 دول. الكاستومر ساتسفاكشن طبعا، ويلكمنج للتشينج، ديليفر فريكوينتلي زي ما شفنا، وركينج توجذر هنا معناها ان الديفلوبرز يشتغلوا مع الكاستومرز. احنا فاهمين التكنيكال بس هم فاهمين الريكويرمنتس، والفاليد سوفت وير هو السوفت وير اللي يحقق الريكويرمنتس. لدرجه ان بعض الاجايل ميثودز زي الاكستريم بروجرامينج بتشترط او بتطلب يعني ان يكون في من ضمن الديفلوبمنت تيم واحد يمثل الكاستومر اورجانيزيشن. فلو بنعمل مثلا سيستم لمستشفى، فواحد من الاداره الاداريين الكبار اللي عارفين المستشفى بتشتغل ازاي او الاطباء او كده ينضم معانا، يسيب المستشفى ويجي معانا في شركه البرمجه او في المكان اللي بنشتغل فيه ويبقى قاعد معانا، بحيث لما بنيجي نعمل تيستنج الحاجه هو فاهم بالظبط المفروض تشتغل ازاي، حاجه مش مفهومه 100% يقول لنا بيعملوها ازاي كده يعني. فيبقى اللي احنا بنعمله مطابق للطريقه اللي المكان ده بيشتغل بيها فعلا، فلما هنعمل السيستم ونسلمه هيقدروا يشتغلوا بيه مباشره من غير مشاكل.
الموتيفيتد تيم احنا اتكلمنا عن اهميه ان يبقى الاعضاء الفريق شغالين كفريق موتيفيتد، مفيش حد متضايق لاي سبب، حاسس ان هو مش منتمي للمكان، مش مبسوط. طبعا الحته دي بيدخل فيها بقى المرتبات والفلوس وعلاقات الناس ببعض، فالمشاكل الانسانيه ديت طبعا مؤثره جدا في فشل الشركه او نجاحها. لازم دايما نحافظ على ان التيم موتيفيتد علشان نضمن انه يشتغل كويس. من الحاجات برضو البرنسيبل السادس ده الفيس تو فيس كوميونيكيشن ودوره، ان هو حاجه اساسيه لا غنى عنها. ففي بعض البروسيسز زي ما شفنا في اول فاليو بيجبرك انك انت التعاملات بين افراد الفريق تتم ورقيا. انت عايز حاجه من التيم فانت بتبلغهم بانك انت بتكتب حاجه وبتسبميت الحاجه دي او تحطها في الميل بوكس بتاع التيم او بيتمرر عليهم. ف بيبقى الكوميونيكيشن الفيس تو فيس ليميتد شويه، وده احنا التجربه العمليه والحياه بتورينا ان في حاجات كتير بالفيس تو فيس اسرع واوضح من اننا نكتبها. يعني احنا بنستخدم نفس اللغه اورالي او ريتن، بس الاورال دايما بيبقى بشكل غير رسمي كده، على طول بنوصل بنفهم بعض وبنحل المشكلات. الوركينج سوفت وير ان الاجايل برينسيبل السابع ده بيقول ان الطريقه الوحيده عندنا عشان نقيس البروجرس هي الوركينج سوفت وير. عشان كده احنا بنهتم ان احنا من بدايه خالص بعد اسبوعين ثلاثه اول اتريشن او اول انكريمنت تخلص، وبنسميها سبرنت بعد كده، اول سبرنت تخلص ويبقى معانا فيرجن شغاله لجزء من الفيتشرز المطلوبه في السيستم. الكونستانت بيس من الحاجات الاساسيه والمؤثره برضو في نجاح السوفت وير تيمز او عدم نجاحهم، ان احنا بنلاحظ طبعا مع الوقت ان احنا مش دايما بنشتغل بنفس البيس. يعني في الاوقات لما بنقرب من انتوا مثلا وانتوا بتذاكروا، لما بيكون في امتحان قريب ممكن تذاكر كتير قوي قوي وباستمرار وتطبق وما تنامش وكده، وبعدين بعد الامتحان او قبل فتره الامتحان بكتير ما بتذاكرش اصلا ولا حاجه ولا بتفتح كتاب خالص ولا اي مجهود، وبعدين تيجي في يوم نفسك تهفك كده تذاكر نص ساعه، وبعدين في يوم تاني تذاكر 3 ساعات. فالبيس بتاعنا مش ثابت، ساعات بنكثف الشغل وساعات بيبقى الشغل بيبقى قليل جدا وساعات بيبقى مستوى معقول. فاحنا مش بنقيسه بعدد ساعات، لان ممكن انا لو اشتغلت بكونستانت بيس ساعه واحده في اليوم ده احسن ما انا اشتغل 6 ساعات متواصله في يوم تاني، لان الساعه ديت انا هكون مجهز نفسي مش تعبان، ففي نهايه الساعه مش هكون تعبان. لكن لو اشتغلت نفس ال6 ساعات دول بس متواصلين، اكيد في الخامس او سادس ساعه في نهايه الفتره هيكون البرودكتيفيتي بتاعتي او كفاءتي مش زي ما ابتديت، التعب بيأثر، درجه التركيز بتقل وهكذا. فالكونستانت بيس ده مهم ان احنا ما نحطش نفسنا تحت الضغط ان انا بشتغل قليل وبطنش واجي الاقي ان المشروع هيتسلم بعد اسبوع فنقعد نشتغل ليل نهار. احنا ممكن نخلص بس هيبقى الاخطاء اكتر بكتير ودرجه الجوده بتاعت الورك بتاعنا هتبقى اقل، لان احنا بشر ولينا قدرات معينه ان احنا في التركيز والشغل بكفاءه من غير ما نتعب. فدايما دي نقطه ناس كتير ما بتاخدش بالها منها، لكن هي من البرنسيبلز الاساسيه في الاجايل. الجود ديزاين بيقول ان المساله مش بروسس بس، احنا بنعمل بروسس او اطار نشتغل فيه ونتعاون فيه مع بعض والفريق يتفاعل مع بعضه ونكتشف العميل كويس ونخليه يكتشف الريكويرمنتس بسرعه، يكتشف الاخطاء قبل ما يبقى احنا التكلفه بتاعتها عاليه. وكل البروسس بتاعه الاجايل ديت مش معناها ان احنا نهمل اهميه الجود ديزاين التكنيكال بارت بقى، مهارتنا احنا لازم يكون الناس نفسها قويه في الديزاين وفي الكودينج، بتكتب كلين كود، بتعمل الحاجات اللي احنا التكنيكال اللي احنا قلناها، فاهمين داتا ستراكشر وبروبلم سولفنج واوبجكت اورينتد وكل الحاجات الجميله دي اللي احنا بنعمل بيها ديزاين للكود بتاعنا. وبرده المفهوم العاشر اللي هم بيقولوا عليه المفهوم الاقل فهما، السمبلسيتي او البساطه، اللي احنا ممكن نربطها بالشرح اللي شرحناه قبل كده لمفهوم الكومبلكسيتي، لان السمبلسيتي عكس الكومبلكس. فاحنا فهمنا يعني ايه كومبلكس، ليه السوفت وير كومبلكس،
ازاي الكومبلكسيتي بتزيد جدا مع السايز. فهنا بيقول لك كيب ات سمبل الكود بتاعك والديزاين، لان انت عارف ان انت هتعمل تشينج، وده هو لب الاجايل، القلب بتاع الاجايل اللي تشينج. كلمه تشينج هي الكلمه الواحده اللي لو احنا عايزين نشيل اجايل ونحطها، هي اهم حاجه في الاجايل ان احنا ناكسبت ونويلكم للتشينج. فعشان ناكسبت للتشينج لازم الكود بتاعنا والديزاين يكون سيمبل، عشان لما يحصل تغيير فيه ما نتعبش. برضو من النقط المهمه او البرنسيبلز السيلف اورجانيزيشن بتاع التيم. التيم بتاعنا لازم يبقى منظم بطريقه ذاتيه، يعني مفيش الترتيبات ان ده المدير وده الاقل وده الاقل، ده السينيور وده الجونيور وده مش عارف الانتري والكلام ده. المفروض ان التيم بيعيد، اولا في الاجايل بنشترط اجتماعات كتير جدا عشان يبقى فيه طبعا فيس تو فيس كوميونيكيشن، وعشان الناس كلها تتابع مع بعض وتبقى عارفه ايه اللي بيحصل. وممكن النهارده نغير التوزيع بتاعه التاسكات عادي، ممكن نكتشف ان واحد خلص بدري الشغل بتاعه فيخش مع حد تاني يخلص معاه عادي. فهو سيلف اورجانيزنج تيم لازم يبقى فيه المرونه ديت، بحيث ان واحنا شغالين ما بنمشيش على الخطه بالظبط. اول ما بنكتشف طريقه للتحسين وزياده البرودكتيفيتي وان احنا نخلص الانكريمنت اللي احنا فيه بسرعه بنمشي عليها على طول. واخر برنسيبل نمره 12 اللي هو الريفليكشن والادجستمنت، اللي بيقول ان الديفلوبمنت تيم مش بيقعد يجتمعوا وينظموا شغلهم بس في البروجكت اللي هم شغالين فيه وخلاص، لازم من وقت للتاني، وده البرنسيبل الاخير، يعملوا ريفليكشن يعني تامل او ديسكشن كده وبرين ستورمنج في هم نفسهم عموما مش في البروجكت ده تحديدا، ازاي يزودوا كفاءتهم. بمعنى ان انا الريفليكشن ده بنشوف بيئه العمل مش عارف ايه، محتاجين تكييف، الدنيا حر بتبقى وده بيأثر علينا، بنتعب بسرعه، البريكس الاسانسير بيبقى بايظ وبنطلع على السلم، فبن يعني كل الحاجات دي، علاقات سيئه بين حد مثلا بيتعالى على الباقيين، حد بيسخر من الباقيين، حد حاسس ان هو مش امن انه ممكن لو ادى كومنت اتفهم منها انه بينتقد زميله في الفريق، فزميله ده ممكن لو هو اعلى في السلطه يعني في الشركه ممكن يأذيه او كده. فهي الحاجات دي اللي ممكن بعيدا عن البروجكت المحدد اللي احنا شغالين فيه. احنا اشتغلنا في بروجكت مثلا لمده كام شهر، فالكام شهر دي لازم الخبره اللي اكتسبناها في البروجكت ده نعمل ريفليكشن، علشان لما يجي بروجكت تاني نبقى احسن كمان. فنشوف ازاي نحسن نفسنا، ده بعيدا عن الاكزاكت بروجكت اللي احنا شغالين فيه. فطبعا دي النقط ديت اهملها ممكن، يعني هما النقط ديت هي من وجهة نظر الاجايل اهم برينسيبلز ممكن يبقى مش مهضوم حقها او مش معطى ليها القيمة الكافية، مع ان هي ممكن تؤثر جدا. يعني ممكن العلاقات الانسانية ديت حاجات بسيطة جدا في بيئة العمل تؤدي ان نفس الناس تفشل في بروجكت، لو البيئة دي كانت اتحسنت كانوا عملوا البروجكت وقدموه في الوقت المطلوب يعني. فدي شوية حاجات عن الأجايل، وهنختمها إن في misconceptions يعني في values وفي principles، بس في حاجات مفهومة غلط. يعني الـ values ديت إن كان في حاجات أهم من حاجات، أربع حاجات أهم من أربع حاجات تانية. فأول misconception إن الأربع حاجات اللي أقل أهمية ناس تفترض إنها مش موجودة أصلاً في الأجايل. زي أبرز حاجتين أو أشهر حاجتين زي الكوميك دي، انا بتقول ان واحد بيقول احنا هنستخدم حاجه جديده اسمها الاجايل بروجرامنج، وده معناه ولا مفيش بعد كده بلاننج، مفيش بعد كده دوكيومنتيشن، هنكتب كود بقى ونقعد نعيط جنبه. فهنا بيقول اول مسكونسبشن ان ناس تعتبره حجه انها ما تعملش دوكيومنتيشن. بتقول احنا شغالين اجايل، انت ليه بتقول لي ده احنا شغالين اجايل، ليه طالب مني اعمل دوكيومنتيشن؟ هو الاجايل ما قالش ان احنا نمتنع عن الدوكيومنتيشن، هو قال ما نبالغش ان احنا نقعد نعمل دوكيومنتيشن بالتفصيل الممل اللي غير مفيد لحاجات كتير، واحنا محتاجين الوقت ده علشان ننجز وركينج سوفت وير نديها للكاستمر، يعني نبقى فعالين اكتر يعني. برضو بنفس المنطق البلاننج اللي هو كان رابع فاليو، كان بيقول ان احنا عايزين ناكسبت التشينج او
نريسبوند او نتفاعل مع التشينج ونتقبلها اكتر من او من ان احنا نفولو بلان ريجيد. لكن ده مش معناه ان احنا اجايل ضد البلانينج. هو دي المسكونسبشن ده منتشر جدا لان الووتر فول مسميله بلان بيزد ميثود. فمعنى كده ان الاجايل اللي هي عكس الووتر فول مش هتبقى بلان. لكن ده برضو مش حقيقي لان الاجايل فيه بلانينج, بس البلانينج مفروض يبقى فليكسيبل وعندنا الاستعداد ان احنا وعاملينه بشكل يستوعب اننا نغير فيه, مش مضطرين ان احنا نمشي عليه بالملي يعني. ففي دوكيومنتيشن وفي بلانينج وفي كونتراكت وفي بروسيس, كل ده موجود بس ما نبالغش فيه على حساب الحاجة التانية الفاليو بتاعة الاجايل بي تؤكد عليها. بنلاحظ ان من زمان يعني بدأنا نشوف ناس كتير جدا بتدخل في الاجايل شركات, مديرين يقولوا احنا في خطتنا ان احنا بنتحول للاجايل, احنا دلوقتي بقينا شغلنا كله اجايل, من غير ما يكونوا فعلا فاهمين التفاصيل بتاعتها او الديتيلز بتاعت الاجايل. فيبقى في مسكونسبشن زي كده, وهو فاكر انه شغال اجايل وهو مش شغال, وما يجيلوش الايه الريزلتس اللي هو عملها, زي الكوميك او النكته ديت ان دي بتقول لما يقول مدير احنا شغالين اجايل اتحسس مسدسي. فهنا دي دايما الايه الاحساس الديفلوبر او التكنيكال بيبل ناحيه المانجرز اللي هم مش فاهمين تكنيكال قوي, ان هيبقى في الاجايل بالنسبه لي غير بالنسبه للمديرين. فانا فاهم الاجايل اكتر, هو ممكن يبقى فكره عن الاجايل ان هو مدي اوبتيمستيك يعني فيوز, ان هو متفائل جدا ازاي في مشاكل, ازاي في اخطاء, ده احنا شغالين اجايل. الاجايل مش عصايه سحريه يعني, هي بتحاول انها تكتشف ايه اسباب الشائعه لفشل البروجكت وتحاول ان هي تعرض طرق تمكننا ان احنا نتعامل مع المشاكل دي بشكل اكثر واقعيه. وبالتالي احنا بالنسبه لنا النهارده اتعلمنا ان الاجايل هو مايند سيت بتوصفها يعني طريقه تفكير موصوفه اساسها يعني 4 values. والأربعة values دول إحنا عشان نفهمهم أكتر اتعرف لهم, أو الجماعة بتوع الأجايل عرفوا لنا 12 principle تفصيل أكتر للأربعة values دولت. وبعدين ده كده التجميع الأمبريلا اللي قلنا عليها, لكن فعليا الميثود الأجايل نفسها مش ميثود. الأجايل هي تجميع الميثودز, كل ميثود منها بتدينا مجموعة practices. يعني أنا دلوقتي خلاص عايز أشتغل أجايل ومقتنع بال 12 برينسيبل دول, اعمل ايه بقى, اشتغل ازاي, ايه الخطوات, ايه البروسيس. هو برضو لسه في بروسيس, مجموعه براكتسز او اكتيفيتيز هنمشي عليها. فايه فشويه اكتيفيتيز اللي هي الدوائر الحمراء كتير جدا موجودين وبيصنفوا ان هم اجايل. طب احنا بنختار شويه حاجات متناسقه يعني, في واحد او اتنين عملوا لنا حاجه اسمها السكرام اللي هي منتشره, فدي شويه براكتسز. واحد عمل الكانبان مثلا او الكريستال او الاكس بي, كل واحده منهم بتعرف لنا شويه براكتسز نقدر اننا نمشي عليها وننظم شغلنا, والتيمز بتاعه السوفت وير بتاعه الشركه بتاعتنا تشتغل بالطريقه ديت كبديل للايه للووتر فول موديل. فاحنا عندنا فاليوز وبرنسيبلز وبراكتسز. من الخطوره بقى ان احنا ننط على البراكتسز. يعني واحد فينا مثلا يروح يتدرب في شركه, هو مش هيقعد وقت طويل او هيشتغل في شركه لسه انتري ليفل جوب, ما يعرفش حاجه في الاجايل, وبعدين قالوا له ده احنا بنستخدم السكرام, ده التيبيكال كيس يعني. فعلى طول يقول ايه السكرام ده, فيقولوا له السكرام ان احنا الصبح نجتمع مع بعض اجتماع, وبعدين نقعد نكتب بشكل معين على السبوره, او وبعدين نجتمع بعد اسبوع نكون خلصنا, وبعدين بنعمل يوزر ستوري. فيبقى انا كده باخد البرنسيبل بس مش فاهم اللي وراها, ما فهمتش القيم والمبادئ اللي اتبنت عليها الانشطه دي. فدي حاجه خطيره جدا ان ناس بتطبق اكتيفيتيز وهي مش عارفه هي بتعملها ليه. فيبقى رجعنا للمشكله بتاعه الووتر فول, ان الناس بتمشي على بروسيس وخطوات وبتلتزم بالخطوات ديت وهي مش فاهمه, فما بتقدرش تستفيد منها الاستفاده الايه القصوى.
هناخد مثال. احنا خلصنا كده، ده اخر مثال عندنا علشان موضوع البراكتس ده. احنا طبعا في المحاضرات اللي جايه هناخد السكرام بالتفصيل والاكس بي ويمكن الكريستال كمان لو الوقت بتاع الجزء ده سمح يعني. لكن موضوع البراكتس ده وعلاقته بالفاليو والبرنسيبل، ان احنا عندنا طريقه تفكير، لو الاكتيفيتي او طريقه الشغل مش مبنيه على فهم واقتناع بالبراكتس ده، فاحنا هنفرغه من مضمونه والاجايل مش هينفعنا. هيبقى احنا استبدلنا الووتر فول بنظام تاني هيفشل برضو، لاننا مش مقتنعين، لانه مش بيحقق البرنسيبلز. يعني واحد بيستخدم السكرام بس هو بيعتقد ان الكاستمر دول ما بيفهموش او غلسين او ما بي... فيبقى هو كده ما عندوش اول برنسيبل في الاتناشر. لو حد من الكاستمرز قال له غير، يقول له غير ليه، انت قلت مش... يبقى انت كده ما استفدتش حاجه من الايه، من البرنسيبلز دي. يبقى تطبيقك للاكتيفيتيز ده هو بس، انت بدل ما انت ماشي بتقعد وقت طويل في الريكويرمنتس، وقت طويل في الديزاين، انت بتلف وتطلع حاجات بس انت متزمت يعني، بتقول له برضو مش متقبل للتشينج. الفيس تو فيس الميتنجز بتتريق على الميتنجز، بتروح الميتنجز بس ايه مش بتستفيد منها في اللي مفروض يحصل فيها. السكرام ميتنجز ديت هي اكتيفيتي مهمه جدا كل يوم، بس في ناس تقول احنا كل يوم هنقعد وشنا في وش بعض نعمل ايه؟ فيبقى احنا هنعمل الاجتماع صوريا لكن مش هنستفيد منه. هنشوف الاكزامبل بتاع وان براكتس، يعني في جدال كبير، يعني في عدم اقتناع كبير بيها من البراكتسز بتاعت الدوائر الحمراء الكتير قوي ديت. هي خاصه او تم استرجشن او اقتراحها او طلبها في احد الاجايل ميثودز المشهوره اللي هي الاكستريم بروجرامينج او الاكس بي. وهي اكستريم لان هي فعلا كانت ميثود قدمها واحد اسمه بيك من ال17 اللي قلنا عليهم دول، وكانت فيري اكستريم ان هي بتاعك عكس الووتر فول مباشره. فكانت عامله حاجات شويه براكتسز كده غريبه جدا ومحدش عمره اشتغل بيها في شركات، منها البير بروجرامينج. ده البير بروجرامينج هو براكتس او اكتيفيتي، ان احنا طريقتنا في الشغل ان مش كل مبرمج يقعد لوحده على مكتب وجهاز، لا، كل ورك سبيس او جهاز او مكتب يقعد عليه اتنين مبرمجين مع بعض ويشتغلوا مع بعض. فهنا لو احنا اصحاب شركه، احنا معينين الناس دول وبنديهم مرتبات. يعني مدير الشركه لما يجي الراجل بتاع الاكستريم بروجرامينج ويقول له قعد المبرمجين اتنينات بيرز، اكيد مش هيبقى متقبل ده قوي، لان معنى كده ان انا بدفع مرتب اتنين وهم بيشتغلوا على جهاز واحد، فكأنهم بيعملوا شغل واحد. فعلى طول كده كأن اي التصور الاولي لاصحاب الشركة ان هو هيقول ده كده انا بدفع ضعف المرتبات، يعني بدفع مبلغ كبير مرتبات وباخد نص الشغل لان كل اتنين قاعدين مع بعض. فهو very suspicious. يعني معظم الناس حاجة زي البير بروجرامينج ده براكتس موصوف في احد طرق الاجايل، لكن الناس suspicious. فهنا نبتدي بقى، لو احنا مش مقتنعين يبقى خلاص مش هنقدر نستفيد من يعني في هدف معين من الراجل اللي هو الميثودولوجيست اللي اقترح البير بروجرامينج ده. هو له تصور ان ده افضل للشركه بان هو بيوزع الخبرات، مفيش ما تبقاش حد كده منفرد بالخبرات بتاعه الاجزاء الصعبه في البروجكتس. زي ممكن واحد زي الراجل ده مثلا يكون هو والتاني ده بقى لهم 5 سنين شغالين في الشركة، فالمفروض ان خبرتهم 5 سنين، لكن الراجل الاولاني ده لما كل ما يعملوا بروجكت مع بعض ياخد الحتت الصعبة اللي فيها مثلا داتا مايننج مثلا، والتاني ده بياخد الانترفيسز والحاجات اللي هي ايه، ده الفرونت اند مثلا وده الباك اند، فده ما خبرته توجهت في حتة وده خبرته توجهت في حتة. فلو الراجل بتاع الباك اند ده اللي هو بيعمل شغل صعب في البروجكتس بتاعت الشركة ساب الشركة ومشي، هيبقى في ناس شكلهم نفس درجة الخبرة بتاعته لكن فعليا لما بنيجي ما نقدرش نعتمد عليهم في نفس الشغل اللي كان بيعمله، لان هم مع انهم مفروض خبرتهم كبيرة لكن في الجزئية المحددة اللي هو كان خد الخبرة فيها بقوا امكانياتهم اكبر. فعشان كده حاجة زي البير بروجرامينج تضمن ان الاكسبيرينس بتتوزع وكل يوم وبعدين الناس اللي هم قاعدين مع بعض دول بيبقى اللي بيشغل على الكمبيوتر وبيكتب الكود اسمه الدرايفر، واللي جنبه ده اسمه الاوبزرفر. ولو هو كتب مثلا واستسهل
في حته ما عملش كلين كود يقوم التاني يوجهه. يعني في ريفاكتورنج هو اعاده صياغه الكود، لو في واحد فيهم مثلا ما ركزش فغلط، بدل ما يكتب اي في حته كتب جي، والحاجات اللي احنا بنعملها كتير ده، التاني هيوفر عليه، لان مش الاثنين هيبقوا فاقدين التركيز في وقت واحد. فعشان كده التصور ان البرودكتيفيتي هتقل للنص، لكن في ستاديز وفي ستاديز عكس كده برضو، عشان يعني مش كل، انا مش بدعم البير بروجرامنج، انا بقول ان احنا البراكتس مش بناخدها كده ونطبقها على طول. بعض الاستاديز قالت ان البرودكتيفيتي بتاعت الاثنين قسناها لقيناها ان هي نفس البرودكتيفيتي، ان كل واحد قاعد لوحده. طب ازاي ما يعني كل واحد قاعد لوحده المفروض الضعف، بس احنا لما قعدنا اتنين جنب بعض فكرنا في وقت اقل، لو واحد فينا وقع في خطأ التاني بينبهه، فبنوفر الوقت بتاع الديباجنج وحاجات كتير يعني، والخبرة بنكتسبها مع بعض وكلام كده. وساعات يقولوا مثلا لو اتنين اكسبرتس قاعدين مش هيبقى نفس الفايدة بتاعت لو اتنين انتري ليفل او جونيورز قاعدين مع بعض. يعني الناس الاقل خبرة لما بيشتغلوا بير بروجرامنج يلاقوا ان البرودكتيفيتي بتاعت او فايده البري بروجرام بتتحقق اكتر من الناس الاكسبرت. فيعني المفروض ان الناس اللي شغاله في السوفت وير انجينيرنج لما بتلزم ببراكتس، او لو مثلا لقينا شركه، وده نادر يعني معظم الشركات ما بتستخدمش الاكستريم بروجرام، بتستخدم السكرام، بس لو في شركه استخدمت الاكستريم بروجرامنج، طب انا دلوقتي ملزم بشويه براكتسز، هل هي مناسبه للشركه بتاعتي؟ هل انا عندي الحاجات اللي تستفيد، اللي هستفيد منها؟ هل انا بعاني من المشاكل بتاعه الايزوليتد اكسبيرينس ومش عارف ايه والكلام ده؟ هل انا التيم بتاعي ناس سينيورز كلهم، فهيبقى البير بروجرامنج حسب الدراسات اللي بتطلع والستاديز والكلام ده مش هيبقى مفيد قوي، ولا انا عندي ناس كتير لسه جداد فوجودهم مع بعض هيخليهم يساعدوا بعض ويبقى ثقتهم في الكود اللي بيطلعوه اكبر؟ يعني هي مش براكتس بنعملها عمياني كده، لا، احنا كل حاجه بيكون وراها لازم مجهود، اننا من فهمنا اصلا وظبطنا العقلنا العقليه بتاعتنا، تطويرنا للعقليه بتاعتنا، فهمنا للفاليوز والبرنسيبلز دي واقتنعنا بيها، هو المعيار اللي احنا بنقيس البراكتس عليه. خلوا بالكم ان الاجايل ده انا مش بدعمه يعني 100% ان هو لازم تستخدم اجايل، لازم تستخدم ده او ده او ده او كده، لا، احنا ممكن ناخد نلاقي ان يناسبنا في مكان عمل، احنا ستارت اب صغير وكذا، ويناسبنا حاجه معينه، فاحنا بندرس الحاجات دي وبنفهمها، بندرس البرنسيبلز المختلفه، مش عشان نختار طريقه نمشي عليها بحذافيرها 100%، لا، احنا بنشوف ايه وجهه النظر ورا كل براكتس، وبعدين ممكن ناخدها ونطور عليها. زي ما هنشوف في الاكس بي ديت، في مثلا وجهه نظر تانية يعني غير البراكتس ده، انه قال لهم ان احنا قبل ما نكتب الكود نجهز التيست بتاعه، نعمل التيست الاول وبعدين نكتب الكود اللي يشغل التيست، اللي يخلي التيست ده يباس التيست. فده كمفهوم برضو لوحده كده، كبراكتس صغير جوه ميثود، مش هو يعني الحاجه اللي كانت حاجه غريبه يعني، لكن ده طلع لنا يعني اتجاه اسمه تيست دريفن بروجرامنج. يعني ناس حتى ممكن ما تستخدمش الاكستريم بروجرامنج خالص، بس خدت المفهوم ده وحست بفايدته، وازاي ان هو ممكن يبسط الدنيا او يعمل كود يعني متماسك اكتر والاخطاء بتاعته اقل وما فيهوش حاجات زياده عن اللازم. وبداوا ان هم يقدموا لنا تولز كمان تساعدنا في ده وهكذا. فكده احنا فهمنا ان في values و principles و practices لسه هناخد تفاصيل عنها اكتر، وفهمنا ان الموضوع mind set. هطلب منكم بس انكم تشوفوا فيديو قصير 8 دقايق لمنى شقرف، اللي هي من الناس اللي هم الاجايل كوتشز المشهورين، بيقدموا محتوى باللغة العربية، وهنلاقي channel اسمها اجايل بالعربي، ممكن تبقى مدخل للناس المهتمة منكم ان هم يعني يستمروا في متابعة الموضوع ده باستمرار حتى بعد ما نخلص الكورس ده. فهتشوفوا الفيديو ده وهتفكروا كده، هي هتقول لكم ان احنا لازم نعمل مايند سيت شيفت زي ما احنا قلنا كده في المحاضرات دي خلاص. فهتسمعوها برضو بشكل مختصر 8 دقايق بس، ومش هيبقى ده عبء عليكم، فارجو انكم تشوفوه، بالاضافه للاساينمنت اللي قلنا انكم هتروحوا على المانيفيستو
سيجنتشرز، هتشوفوا الناس اللي هي شغاله في المجال ومضت او وقعت على المانيفستو ده والكومنتس اللي قالوها، تقعد كده ساعتين تقرا كومنتس، هتكتسب معرفه يعني، هتاخد برضو يعني وجه حاجات مفيده كتير من الكومنتس ديت، واكتر حاجه هتعجبك فيها هتكتبها لنا وهتبين لنا هي فين بالظبط، لان الصفحات ديت فيها عدد ضخم جدا من اللينكس يعني. وارجو ان يكون المحاضره دي بينت لكم اكتر معنى الاجايل ميثودز، ولو في حد عنده سؤال يتفضل.